الكلام عن أضرار تعرض لأشعة الشمس موضوع مهم، موضوع مهم خصوصا دابا حنا في فصل الصيف، وخصوصا حنا في العطلة الصيفية. ملي تنقولوا العطلة الصيفية تلاحظوا بأن أغلب الناس تيمشي وتيسافروا للمدن الشاطئية باش السباحة، باش يمشيوا للبحر ويديو معهم وليداتهم. هادشي مزيان، الواحد يمشي يستريح من بعد واحد السنة ديال الدراسة ومن بعد السنة ديال العمل، هادي لازم منها من ناحية النفسية باش يرتاح الجميع. ولكن لابد من الوعي الصحي. اليوم غنتكلموا على النقطة ديال كيفاش نتعرضوا لأشعة الشمس. ما يمكنناش نكوا أشعة الشمس عندها بعض الفوائد، منها صناعة الفيتامين دي، منها تعطينا الدفء والطاقة، ولكن تنحتاجوا شي حاجة بسيطة وقليلة باش ننتجوا هذه الفوائد. اللي صعيب في أشعة الشمس هو المخاطر ديال الإفراط التعرض ديالها. احنا الحمد لله بلادنا مشمشة طيلة السنة، ولكن في الصيف اولا الشمس تكون قويه، ثانيا الناس يمشيو يتعرضوا لها لطيله النهار. هادشي اللي الغرض ديالي انا من بعد هاد المداخله ديالي هو اللي تيسمعوني يقتنعوا بهادشي اللي تنقول، وبغيتهم يطبقوه وينشرونا في المجتمع. اذا باش غادي نتكلموا او نقتنعوا بسبل الوقايه من الافراط التعرض لاشعه الشمس، انا اختاريت نعطيكم شي مسائل علميه واللي ثابته، وانتم اللي غتخلصوا كيفاش غنحميو نفسنا من هاد الاخطار ديال الافراط التعرض لاشعه الشمس. اولا اللي خصنا نعرفوا هو كاين ثلاثه ديال الانواع ديال الاشعه ديال الشمس، لي غيون اولترا فيولي تنسموهم، يعني الاشعه ما فوق البنفسجيه. كاين ثلاثة ديال الأنواع اللي مهمة واللي تتأثرنا على الجلدة. أولا نوع جيم أو ألترا فيوليت سي، هي أقصر وحدة، وحنا تنبين لكم حنا غنتنبهوا بأن كل ما كانت الأشعة قصيرة كل ما كانت الخطر ديالها كبيرة. الأشعة ديال اللي قلنا لكم نوع سي الحمد لله ما تتوصلش للأرض، كان توصل للأرض ما تكونش الحياة، تموت المخلوقات وتموت النباتات. وشنو هو اللي تيحمينا؟ هي طبقة الأوزون. طبقة الأوزون تمنع يعني الاختراق ديال أشعة الشمس وباش ما توصلش للجلدة. كيف قلنا السي ما تخليش قاع تدوز، ما تخليهاش تدوز. والنوع بي وآ تتنقص من النسبة ديال الأشعة اللي تدوز يعني عبر طبقة الأوزون. إذا قلنا النوع السي هي أخطرها، هي اللي قصيرة. كاين نوع بي هي المتوسطة وتتوصلنا تعطي التأثير ديالها خصوصا في الطبقة يعني السطحية ديال الجلد، لهذا النوع بي راها تاهي خطيرة. يعني في الترتيب تنصيبو سي ومن بعد بي وعاد ا من ناحية ديال الخطورة. النوع بي تيمكن له يؤدي لنا لسرطانات الجلد من بعد ملي تناخدو واحد النسبة، انا نتكلمكم. والنوع ا يعني الاضرار ديالو تتنتج لانه هو تيوصل للطبقة الادمة يعني الطبقة الداخلية، وتهلكنا داك المادة الكولاجين، ومما تسبب ظهور التجاعيد مثلا في سن مبكر. إذن هادو الأنواع ديال أشعة الشمس فوق البنفسجية والطول ديال الموجة ديالها والتأثير ديالها على الجلد. المعلومة العلمية الثانية اللي بغيتكم تعرفوها هي أننا من نهار اللي تنتولدوا ومني تنبداو نتعرضوا للشمس تيتسجل علينا شحال تناخذوا اشعه الشمس، يعني بتتسجل شحال تدخل اشعه الشمس. ومني تنوصلوا لواحد الكميه اللي تناخذوا هاد اشعه الشمس تنسميوها كابيتال سولي، تيبداو يظهروا الاعراض والاضرار ديال تعرض لاشعه الشمس. وهاد الكابيتال سولير تيختلف على حسب اللون ديال الجلد. كل ما كان لون الجلد فاتح
يعني الناس اللي زعاق واللي عينيهم مثلا حتى هما زعاق، لون الشعر ديالهم كل ما كان اللون فاتح كل ما كان هذا الكابيتال سولي قصير يعني مطغية توصلوا له، وكل ما كان اللون داكن كل ما كان هذا الكابيتال سولي يعني كتير. اذا الناس اللي اللون ديالهم فاتح خصهم يديروا الاحتياطات اكثر. المعلومة الثالثة اللي يمكن لي نبينها لكم هي الامتصاص لأشعة الشمس تتكون أكثر عند الأطفال الصغار، يعني كل ما كانوا صغار مثلا غضة متى يبداو، يعني كل ما كان الواحد صغير كل ما الجلدة تتكون حساسة وتتمتصنا أشعة الشمس بطريقة يعني كبيرة. إذن خصنا ناخذ الاحتياطات أكثر عند الأطفال الصغار، والامتصاص أشعة الشمس يكون يعني كثير تهون ملي تكون لونه اللون ديال الجلده فاتح. المعلومه يمكن نقول رابعه اللي بغيت ناكد لكم عليها هي اشعه الشمس تتكون قويه في وسط النهار. ومتى نقولوا وسط النهار تختلف على حسب الفصول، يمكن لي نقول لكم في فصل الصيف خصنا ما امكن نتجنبوا نتعرضوا لاشعه الشمس بين 11 الصباح و 4 ولا 5 العشيه. وكل ما طلعنا مزيان لو كان من 10 الصباح حتى ل 5 العشيه يكون احسن. اذا هذا الوقت تكون الاشعه قويه، مي واخا نعياو نديرو ما تنحميوش راسنا منها بصفه كثره. كاينه واحد النقطه اخرى اللي بغيت ناكد عليها، كاين اللي تيقول لك انا ما كنتش يعني معرض مباشره للشمس، كنت تحت الباراسول. شوف ملي تتكون واخا تحت الباراسول الاشعه الشمس تتنعكس، حنا اما تجي مباشره ولا تتبقى تتنعكس وتجي. ملي تنكونوا قريب للرمل انعكاس اشعه الشمس تضرب في الرمل وتتعاود تضرب لنا، واخا نكونوا تنحميو مثلا هذيك اللي تجي مباشره كاينين اللي تضرب في الرمله وتجي عندنا. كاين تيقول لك كنت تنعوم وتشمش كثر، نعم ملي تكون تتعوم تجيك الاشعه مباشره وتجيك الاشعه اللي تضرب في الماء وتضاعف وتجيك عاود الجلده ديالك. كاين اللي تيقول لك انا كنت في الجبل، كل ما كنتي في الجبل كل ما الاشعه الشمس تكون قويه. في الثلج دابا في البرد مثلا الناس يتحرقوا لنا بالشمس الا مشاو يعني الموضع تسكي واشعه الشمس تضاعف بزاف ملي تضرب في الثلج. وكذلك ملي تكون الارض بيضاء وملي فوق الربيع يعني راه حنا تنتعرضوا للمباشر وتنتعرضوا لاشعه الشمس ملي تتنعكس.